السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع حالة من الحالات المهمة اللي يعني للأسف بتمس منا بسهولة لو احنا ما بندورش عليها. دي طبعا بتطبق عليها القاعدة you see what you know, you see what you are looking for. يعني على سبيل المثال لو الكلينيشن بيقول لك الكالسيوم ليفل عالي، دور لي يا دكتور على باراثايرويد ادينوما، خلاص انا داخل بدور عليها وغالبا غالبا هلاقيها. لو اكتر من يعني 1 سي سي ولا حاجه هتلاقيها بنسبه 95%، ده حتى لو اكتوبك انت هتعرف هتدور فين. العكس بقى، يعني ممكن وانت ماشي تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي باراثيرويد ادينوما بالصدفه، وتطلب للعيان بقى الكالسيوم ليفل، تاخد سؤال كده بسيط مثلا عن الهيستوري، لاحسن ممكن يبقوا 2 او 3 باراثيرويد ادينوما ويبقى العيان كورونيك رينال فيلير، ودول مش ادينوماز، دي هايبر بليجيا نتيجه سكندري هايبر بار. الهيستوري ممكن يكون ان ريليتد، يعني احنا بندور مثلا على ثايرويد ديز ولا حاجه ولقيت الحاجه دي ورا، مش عايزين نقول ورا، خلينا posterior aspect of thyroid gland hypoechoic nodule. انا لغايه دلوقتي شكلها thyroid nodule، تمام؟ ده لو انت يعني سعيد الحظ وجبتها، لكن ممكن انت اصلا تقول ايه دي شكلها الاسوفيجاس، انت هتلاقيك باصص السنتر بتاع عينك هنا ومست مني، مفيش اي مشكله، احنا عندنا تي اس وال اس، ال اس اقوى كمان، تمام؟ بس دايما عودوا عينيكوا على الجزء البوستيريو، يعني زي ما انتوا شايفين الشاشه انت قاطعها لغايه الحته دي، لا انا عايز اكمل كمان، انا عايز اشوف الحته بتاعت اللونجس كلاي المسلز البري فيرتبرال عشان ابقى معود عيني على شكل المسل، ما تبقاش في هنا باراثايرويد ادينوما قد الوحش والناحيه الثانيه برضو وفي الاخر نزل مني على الناحيتين، وبتحصل بتحصل، تمام؟ فعودوا عينيكوا على الجزء اللي ورا عشان تعرف النورمال التكتشر بتاعه المصل من الباراثايرويد ادينوم. الهايبوكويك نوديول دي شكلها كده، ده اوفال شيبت، يا نهار ابيض، ده شكلها تورر زان وايت، ده لو طلعت ثايرويد نوديول دي بقت سسبيشس، تمام؟ بس واقعيا دي باراثايرويد وبالتالي مش هيتطبق عليها التيراز كلاسيفيكيشن. واحده من ضمن الكريتيريا بتاعتها ان ليها فيري ايكوجينيك كبسول. اكشولي ده كده انترفيس ما بين الثيرويد والباراثيرويد، فدي واحده من العلامات بتاعه الباراثيرويد ادينوما. ال اس خلص القصه، ال اس ده كده سوبيريور وده كده انفيريور، دي كده انهي جلاند، دي شكلها الانفيريور باراثيرويد جلاند. نعرف معلومه ان لو انا ده الميدل بورشن بتاع الثيرويد، السوبيريور باراثيرويد هتبقى وراها، لو ده الانفيريور بارت بتاع اللوب الانفيريور هتبقى وراه او سنه تحتيه، فما تتخيلوش ان السوبيريور باراثايرويد جلاند هتبقى ورا السوبيريور اسبكت، لا ورا الميد بورشن، تمام؟ والانفيريور ورا الانفيريور. المهم انها فيري سوفت تيومر، يعني بالال اس هتبقى شكلها فلاتند تريانجولار سبندل شيب، مش هتبقى الشكل الراوندد خالص، فالفلاتند شيب ده ماشي اكتر مع باراثايرويد. الايكوجينيك كبسول باراثايرويد، لاين اوف كليفج ما بينها وبين الثايرويد جلاند، اذا فهي باراثايرويد، تمام؟ يبقى انا كده مستريح جدا، واحده بس الونج مثلا المسلز او الونج الاسوفيجاس، طبعا دي فيرتبرا ودي فيرتبرا وده الديسك سبيس، المفروض تكون انت يعني عارف برضو اللي حواليك من اناتومي. فانا عندي كذا حاجه بتقول ان دي موست لايكلي سوليتري باراثايرويد ادينوما. اطلب للعيان الكالسيوم ليفل، ممكن انت تشخص البرايمري هايبر بارا بناء فيري ايرلي، فيري ايرلي، تمام؟ نتيجه ادينوما انت جبتها. او العكس يا شباب، ممكن يبقى العيان بيعمل لاب، انتوا عارفين الكلينيشنز بيطلب لاب كتير جدا دلوقتي، يعني اي عيان بيخش سلسله كده فحوصات لاب، تمام؟ فتلاقينا اكتشفنا الهايبركالسيميا بدري خالص، وبالتالي قبل ما المانيفستيشن كلينيكال تظهر هات لي يا دكتور الباراثايرويد ادينوما اللي هي 90% مثلا 80-90% سبب للبرايمري هايبر بار. طيب الهايبر فاسكولاريتي واحده من ضمن الكرايتيريا،
يعني انا بصراحه لغايه دلوقتي لا، دي شكلها ثيرويد نوديول وهايبر فاسكولار ولوبيوليتد في تي اس ال اس. بص كويس، هل انا كده باصص كويس؟ لا، ده انت عشان الدوبلر. لكن انا لو بالبيموت لازم اخلي الفوكس موجوده في الحته دي عشان اعرف ابص على الويل ديفينيشن. لازم اعمل هاير فريكوانسي، يعني لو ده من 8 ل 12 ميجا هرتز انا هخليها 12 ميجا هرتز اند سو اون. تمام، نعلي الدايناميك رينج 70 الى 80 ديسيبل اند سو اون. اعلي ريزوليوشن على قد ما اقدر علشان افصل الحاجه الهايبوكوريك دي والاقي لها ايكوجينيك كبسول. اما الدوبلر مش ده الكلاسيك، هوريكم كمان شويه الكلاسيك اللي هو ده. الكلاسيك دوبلر بتاعنا بيبقى بولر فيسل، فيسل داخل من عند البول، يا اما اللور بول يا اما ابر بول. ايه تاني؟ بيبقى عامل ارك فاسكولاريتي او بريفرال فاسكولاريتي حوالين النوديول، تمام؟ او حوالين بقى الادينوما دي. يبقى تاني علشان اقول دي باراثايرويد ادينوما وما اغلطش واقول دي ثايرويد نوديول واطبق عليها بقى التيرادز وكده وكده، نبص لكذا حاجه. اول حاجه من حيث التكستشر هوموجينس هايبوكويك ان موست اوف الادينومس، لكن ممكن تبقى لايبو ادينوما ويبقى فيها ايكوجينيك اليمنت اند اند، اوكي؟ لكن معظمهم مسودين. الشيب بتاعنا هيبقى فلاتنت او تريانجولر او سبيندل شيد في ال LS مش في ال TS. في ال TS منظرها هيخد، لا هي غالبا اوفال او راوندد في ال TS، لكن ال LS هو اللي هيشخصها. نقطة كمان ان في لاين اوف سيبريشن، لاين اوف كليفج ما بين الاثنين. نقطة كمان ان ليها ايكوجينيك كبسول فاصلها طبعا عن الثايرويد. ساعات بقى الكلينيشن وهو بيقول لك دور عليها ما لقاهاش في مكانها، خلاص انا عارف ان في اماكن معينه اكتوبيك هبدا ادور عليها. علشان كده فحص الباراثايرويد سكان عامل زي البوست ثايرويدكتومي سكان فور كانسر ريكورنس، باكزامين حته حته. العيان بيبقى عامل هايبر اكستنشن للنك وببدا اكزامين من اول السبمنتال ريجن لغايه السوبرا ستيرنال نوتش، وكمان انجل على السوبيريو ميدياستاينم واقول له بص الناحيه الثانيه، بص الناحيه دي اللي هتبقى مستخبيه ورا الاسوفيجس ولا حاجه، لو حاجه ورا الاسوفيجس نعرف نشوفها ايوه خليه يبص الناحيه الثانيه، تمام؟ عشان لو كانت ريترو اسوفيجيال ممكن تستخبى في المكان ده، ده يعتبر اكتوبيك لوكيشن، بنعرف نجيبه ان احنا بص الناحيه الثانيه، تمام؟ يبقى دي كده الكرايتيريا بتاعت الباراثايرويد ادينوما. حاول تطلب له بموضوع بسيط خالص الكالسيوم ليفل و طبعا الباراثايرويد هرمونز. طيب الكلام ده لو كانت واحده، امال لو كانوا مالتيبل يعني يمين وشمال وكده؟ غالبا غالبا دول هايبر بليجيا، يعني العيان عنده كرونيك رينال فيلير عملت سكندري هايبر بارا ثايرويديزم. طب مش ممكن يطلعوا مالتيبل ادينومس؟ ممكن لو كان من سيندروم مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. في الحاله دي اسال بقى الفاميلي هيستوري، هتلاقي الفيرست ديجري ريليتيف عنده مثلا ولا حاجه، لا قدر الله. اوكي، يبقى ده كده المنظر بتاع الباراثايرويد ادينوما. يا الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.